السلام عليكم. ان شاء الله راح يكون موضوع هالبرزنتيشن هو تعريف باللايف راي، وهو عباره عن نظام بورتال سيستم لبناء مواقع الويب. خطوات العرض راح تكون اللايف راي، تعريف باللايف راي بورتال، فيتشر بنفيت، وات از بورتال، وات از بورتلت، بورتلت لايف سايكل، بورتلت مودز، اند بورتلت ديفلوبمنت. لايف راي هو عباره عن بوابه الكترونيه مفتوحه المصدر تستخدم لبناء المواقع الالكترونيه، تقدم لي نتائج فورية عن طريق الـ pre-bundled application that pre-bundled with it. Liferay Portal يعتبر من أكثر أنظمة الـ Portal System انتشارا. يحتوي على strong community that have 2.7 million download and أكثر من 250 ألف deployment, worldwide deployment. Feature of the Liferay. Liferay will run in all my major application server. Will run on Tomcat or JBoss application server. No problem with database. Will run with Oracle or MySQL, and will run with many operating system. GSR compliant. Java specification requirement متوافقة مع معايير Java specification لتحدد معايير تطوير البورتلت. Out of the box usability يحتوي على أكثر من 60 بورتلت that pre-bundled with Liferay, مثل البلوكس، المسج بورد، الكالندر، الويكيز، الشات، etc. Built-in يحتوي على نظام content management system built-in. It work with other tools like مثل Alfresco and Jasper server. يمكن تخصيص صفحات لكل user, personalized page for all user. يحتوي على نظام حماية عالي من خلال إما تشفير البيانات أو الصلاحيات بالنسبة للمستخدمين. Benefit of using Liferay. أول من وجهة نظر اليوزر، من وجهة نظر البزنس، ومن وجهة نظر الديفلوبر. من وجهة نظر اليوزر، it's easy to use. نظام سهل الاستخدام. أول نظام أوجد فكرة الدراج أند دروب للبورتلت. يوزر ممكن يغير اللي أوت للصفحات بسهولة عن طريق تطبيق تيمبلت. ممكن أن يغير اللوك أند فيل للصفحات عن طريق الإديتينج أوف سي إس إس. لكل يوزر يحتوي ورك سبيس خاص به. Languages يدعم أكثر من 22 لغة منها اللغة العربية. من وجهة نظر البزنس، أنا بستفيد من Liferay من low cost. No payment for license. ما في حاجة أو no payment for infrastructure. Liferay راح تشتغل على جميع الـ application server الموجودة عندي، على جميع الـ databases أو على جميع الـ operating system. ما في licensing ادفع عليها. أيضا Liferay will running in my existing IT environment. ما في cost ادفع عليه من أجل new IT system environment. Security إما عن طريق تشفير البيانات، بالتالي البيانات الشركة راح تبقى محمية، وعن طريق الصلاحيات والمستخدمين، فكل يوزر يستطيع أن يرى بياناته الخاصة. من وجهة نظر developers، Liferay مثل ما تكلمنا توان will run on my IT existing IT environment. No additional budget is needed. Standard compliant. مثل ما اتفقنا انه Liferay يدعم معايير GSR Java specification requirement، وبالتالي يوحد معايير تطوير البورتلت. Liferay will run other application. انا استطيع تطوير بورتلتس عن طريق PHP او Ruby او Python and will run with Liferay too. بالنسبة للarchitecture Liferay، نلاحظ operating system تحت يدعم أكثر من operating system.
many databases, Oracle or IBM, many application server مثل JBoss or Glassfish or Tomcat. Liferay, التكنولوجيا المستخدمة Spring and Hibernate standard technology. التوب ليفل راح يكون الابليكيشنز او البورتال. لكل ابليكيشن انا في عندي بورتال مثل بورتلت للاي ار بي ابليكيشن او بورتلت للسي ار ام او بورتلت للاي ليرنينج ابليكيشن. لايف ريت بتوفر توزيعتين ستاندرد اند كوميونيتي اند انتربرايز. كوميونيتي بزنس فريندلي اوبن سورس نو لايسنس فري. بينما الانتربرايز الكومباني راح توفر لي 4 years support خلال هالمدة. all bugs bugs fixes وال support راح from Liferay. راح استفيد من support المقدم من Liferay. الجزء الثاني راح يكون من المحاضرة portal and portlets. طبعا portlet هي عبارة عن web component process request and generate content dynamic content. portlet تكون port on the portal system. portal system هو بوفر single point of access to the information and the application. application هن portals portlets اللي هن collaboration and content management. يوفر لكل portlet integration between portlets, personalization تخصيص لكل portlet, single sign on المستخدم يحتاج الى تسجيل دخول واحد للوصول الى كل الابليكيشنز, security والسيرش يستطيع المستخدم البحث عن كلمة في كل الابليكيشن الموجودة and more. هون نلاحظ المربع الكبير هو عبارة عن portal system. each application it's a portlet, a single portlet. الجسر هي جافا specification requirement تضع معايير لتطوير تطوير البورتلتس. يعرف اللايف سايكل اوف ذا بورتلت والكاركترستيك اوف ذا بورتلت. اللايف سايكل اوف ذا بورتلت اول شيء في عندي الانيت وهي مرحله الانتيلايزيشن للبورتلت, البروسيس اكشن والبروسيس انبوت فروم يوزر اكشن, الريندرينج هي الحاله العاديه للبورتلت تكون عرض البيانات, والديسترويد بحالة اغلاق الصفحة all portlets will be destroyed. portlet characteristic في عند portlet mode والwindow state والportlet preference. portlet mode في عند المود للportlet راح تكون بثلاث حالات اما view او edit او help. الview في حالة عرض الportlet editing وقت edit للداتا داخل الportlet, والhelp عرض help عن الportlet. الwindow state البورتلت راح تكون كمان بثلاث حالات maximized بتكون كامل الصفحة او minimized او normal. البورتلت preference تعرف key value pair خصائص للبورتلتس مثل البورتلت انا عندي لحالة الطقس مثلا بالpreference اغير المنطقة من الرياض الى جدة الى اخر. هلا قسم الديمو اوكي طبعا تنزيل لايف ري كتير بسيط. انا بنزل الزيب فايل انزب ذا زيب فايل and I'm start to running.